أهلا بكم إلى أخبار الشرق. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بريكس تحميل بلاده مسؤولية أزمة الغذاء التي يشهدها العالم. أكد أن هناك عملية زعزعة للنظام المالي العالمي وما وصفه بالضرب الذي طال عمليات سلاسل التوريد. رفض توجيه التهم لجهات بعينها. Рвутся производственные, логистические и инвестиционные цепочки. Серьезный социально-экономический эффект, особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары. И хотел бы еще раз подчеркнуть, уважаемые коллеги и друзья, это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит на, по защите Донбасса. Хочу подчеркнуть еще раз, резкое усиление инфляции. أكد أيضا أن بلاده مستعدة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية وشدد على أن الدول الغربية تضخم بشكل مصطنع مشكلة الإمدادات. أشار إلى أن روسيا سيكون بإمكانها توريد قرابة 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية، كما أكد أن بلاده مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية، ليس فقط في محاصيل الحبوب لكن أيضا في مجالات الأسمدة والمنتجات الزراعية وموارد الطاقة والمنتجات الهامة الأخرى. من بروكسل ينضم لنا عبر السكايب أو عبر الأقمار الاصطناعية السيد حسين الوائلي، الباحث في الشؤون الأوروبية والصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. أستاذ حسين مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية، كيف تنظر أوروبا لمنظمة بريكس بلاس سياسيا وأيضا اقتصاديا؟ هل ترى فيها منافسا أو شريكا مستقبليا؟ لا، بكل تأكيد منافس، لأنه العقيدة الاقتصادية لدى بريكس هي تختلف تماما عن العقيدة التي يحملها الغرب، خصوصا إذا تحدثنا عن أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لسببين. السبب الأول أنه العقيدة مختلفة تماما، الرؤى أيضا بتطوير النظام العالمي مختلفة تماما، وأيضا المداخيل بالنسبة إلى التجارة الحرة، السوق الحرة، الأمر الذي يتعلق بمفهوم العولمة أيضا مختلف تماما بالنسبة للطرفين. فبالتالي هناك تنافس حقيقي. هذا التنافس الاقتصادي ينعكس ويرخي بظلاله على التنافس السياسي، وبعدها نذهب إلى حالة من الصراع الجيوسياسي كما يحدث الآن في أوكرانيا. هو جزء لا يتجزأ حقيقة من مفهوم البريكس، وكذلك من مفهوم آخر هو مفهوم جيوسياسي في نهاية المطاف. نعم، لكن من خلال إذا ما نظرنا إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته، حمل الغرب مسؤولية أزمة التضخم. يعني إلى أي مدى تتفقون مع هذا التصريح أو لا تتفقون؟ هل الغرب فعليا هو المسؤول على هذا التضخم الذي يمر به العالم؟ لا أعتقد بأنه هي الأزمة التي ظهرت أو دفعت التضخم إلى أن يكون الآن في الساحة السياسية العالمية أو الساحة الاقتصادية العالمية، وبحد ذاته يتحمله الطرفان، الطرف المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكذلك الروس. معنى آخر، كان هناك احتدام سياسي واحتدام جيوسياسي موجود في أوكرانيا دفع العالم على أن يكون هناك حالة من الصدام. هذا الصدام ولد أزمة إمدادات. هذه سلاسل التوريد عندما تنقطع بكل تأكيد ستكون هناك أزمة على مستوى الطاقة، على مستوى المواد الغذائية، على مستوى الاستهلاك. العالم بحاجة إلى مورد. أيضا لا ننسى أيضا بأنه كله متعلق، حتى الممرات المائية الآن هي مغلقة. كيف تسير هذه البواخر حقيقة عندما نتحدث عن 40% من إنتاج الحبوب تكون في أوكرانيا؟ هذا يلقي بظلاله على رؤية موحدة، هو كيفية حكم العالم. هل نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد أم نحن بحاجة إلى أن يكون هناك تعديل على النظام العالمي القديم؟ هنا نتحدث حقيقة عن أنه الطرفان يتحملان حقيقة المسؤولية بدفع حالة التضخم. الروس اجتاحوا أوكرانيا أيضا في نفس الوقت، هذا بحد ذاته يدفع إلى أن يكون الطرف الآخر يتحمل مسؤولية كبيرة جدا. نعم، بوتين أيضا في تصريحاته قال أن هناك دول تسعى لتغيير النظام العالمي وفقا لمنظورها كما قال بالتحديد. يعني هذا الخلاف الروسي الغربي إلى أين يمكن أن يقود العالم بالنظر إلى التداعيات التي بدأت تلمس من الآن؟
حقيقة بالنسبة للمعطيات الآن المتوفرة على الطاولة يعني معطيات خطيرة جدا، لأنه هناك رصد أكثر من 40 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه ال 40 مليار دولار يعني خرجت من خزينة البنتاغون، معنى آخر خرجت باتجاه إلى أن يكون هناك تزويد للأسلحة وكذلك تدفق الأسلحة في أوكرانيا. أمس تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية رصدت 450 مليون دولار، هذا التدفق حقيقة يعطي حالة من يعني من يدفع أمد الصراع، وبالتالي يدفع إلى أنه ربما سيكون هناك نقص في الطاقة، نقص في إمدادات الغاز، هناك نقص في سلاسل التوريد الموجودة هنا في أوروبا. يعني الآن هناك بعبع خطير جدا يعيش في داخلنا، في داخل الاتحاد الأوروبي، في داخل المؤسسات المتعلقة بالطاقة، الطاقة المستدامة. هو كيف سنقضي الشتاء القادم؟ كل شتاء عندما كانت طبعا بالمناسبة عندما كانت روسيا تمد 40% من الغاز بالنسبة للأوروبيين، كان الشتاء يعني كانت الأمور مستقرة وكان هناك دائما قلق وارتفاع في أسعار الغاز. عندما كانت الأوضاع مستقرة جدا وأنه كان هناك أنبوب نورث ستريم 1 يشتغل، الآن هناك انقطاع لإمدادات الغاز، الخزينة الآن لمدة 6 أشهر لدى الأوروبيين. معنى آخر الشتاء القادم ربما سيكون شتاء حقيقة بارد جدا على الأوروبيين، خصوصا على مستوى يعني تزويد الطاقة. وبالتالي هناك مفهوم آخر لو سمحتي لي، مفهوم ما يتعلق بالعودة إلى الفحم الذي يضرب مفهوم استراتيجية البيئة والمناخ الذي تتبناه المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي التي تمدت حتى عام 2024. هذا المفهوم الآن هل هو قائم؟ هذا سؤال مهم جدا هنا يطرح في داخل أروقة المؤسسة الأوروبية. إذا عدنا إلى الفحم بمعنى آخر أنه حتى الطاقة المستدامة ربما ستكون أو استراتيجية الطاقة المستدامة ستكون في خطر كبير جدا. أشكرك جزيلا على المداخلة. معنا السيد حسين الوائلي الباحث في الشؤون الأوروبية والصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي من بروكسل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء بدون المنتجات الروسية والأوكرانية. هذا وعقد في برلين مؤتمر دولي حول أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، المؤتمر الذي يأتي أيضا قبل يومين فقط من انطلاق قمة مجموعة السبع. المؤتمر حمل اسم الوحدة من أجل الأمن الغذائي العالمي، ناقش تأمين استقرار الإمدادات الغذائية العالمية. شهدت أزمة الحبوب التي اندلعت نتيجة الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا شهدت تطورات لافتة خلال الأسابيع القليلة الماضية. في 3 يونيو الجاري رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الغربية لبلاده بشأن منع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بقرار روسي، وأكد أن كييف بإمكانها تصدير الحبوب عبر الموانئ التي تسيطر عليها وأن موسكو بإمكانها ضمان تلك الشحنات. في اليوم ذاته طرحت بيلاروسيا خلال مفاوضاتها مع الأمم المتحدة تسوية لتسهيل شحنات الحبوب الأوكرانية إلى موانئ دول البلطيق عبر أراضيها، لكنها طلبت مقابل ذلك أن تفتح تلك الموانئ أبوابها لصادرات بيلاروسيا. لم يلقى هذا العرض قبولا لدى أوكرانيا التي شككت في نوايا مينسك إزاء هذا الاقتراح، كما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تناقش مع بريطانيا وتركيا اقتراحا يتضمن تأمين دولة ثالثة مرور صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. في 7 يونيو دخلت اليونان على خط الأزمة عبر طرح تسوية بالتعاون مع تركيا والأمم المتحدة للإفراج عن شحنات الحبوب الأوكرانية، وأكدت أن أسطولها التجاري قادر على لعب دور حاسم في هذه الأزمة. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي إن بلاده مستعدة لاستضافة اجتماع رباعي مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لتنظيم نقل الحبوب. وفي ذات اليوم كشفت صور أقمار صناعية وصول سفينتين روسيتين محملتين بالحبوب الأوكرانية إلى سوريا. استمرت الخطوات التركية حيث أكدت الرئاسة أن وفدا عسكريا من البلاد سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل ممر بحري محتمل في البحر الأسود لصادرات الحبوب الزراعية العالقة في أوكرانيا. بعدها بيومين أعلن وزير الدفاع التركي عن وجود توافق عام بين الأطراف المعنية حول إنشاء مركز عمليات بولاية إسطنبول للإشراف على إجلاء السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية ومواصلة البحث لتأمين الممر البحري.
اقتربت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا من أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلة زيادة بنسبة تصل إلى 60% خلال أسبوعين. يأتي ذلك بعد أن قطعت روسيا ضخ الغاز الطبيعي إما بسبب العقوبات أو بسبب مشاكل تقنية في خط الغاز نورد ستريم. ووفق تقارير أوروبية فإن ألمانيا أولى الدول المتضررة من خفض الإمدادات، الأمر الذي دفعها لتفعيل خطط خاصة بالطوارئ. فيما تتفاقم مخاوف الغرب جراء خفض واردات الغاز، تسعى أوروبا إلى إبرام صفقات مع الدول الإفريقية لضمان إمداداتها من الغاز لفصل الشتاء. وفق تقارير إفريقية فإن دولا أوروبية بدأت التواصل للحصول على الغاز الإفريقي، كذلك توصلت إيطاليا بالفعل إلى اتفاقيات مع الجزائر ومع مصر ومع أنغولا وجمهورية الكونغو لتوريد حوالي ثلثي الغاز اللازم لسد الفجوة. في سياق متصل، انخفضت واردات الصين من الغاز الأمريكي المسال بين فبراير وأبريل بنسبة 95%، ذلك مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل قفزت واردات الصين من الغاز الروسي بنسبة 50% خلال نفس الفترة، وسط تباطؤ اقتصادها في أعقاب سياسة صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال فإن أمريكا أعلنت توحيد الكثير من طاقتها نحو أوروبا إثر انخفاض في الصادرات الروسية إلى القارة. لإضعاف نفوذ روسيا، تعمل إدارة بايدن على تأمين شحنات من الغاز الأمريكي إضافية إلى أوروبا. هي التي تعتمد منذ العام الماضي على سياسة رفع طاقة الإنتاج وعلى تحويل الشحنات من آسيا إلى القارة العجوز. هذه هي مرافق تصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة، وهي تعمل بكامل طاقتها. العام الماضي كان مفصلياً هنا، ففيه رفعت الشركات الأمريكية معدل صادراتها إلى الخارج بنسبة 52%، أي ما يعادل 25 مليار متر مكعب سنوياً. وهذه خطوة جعلت الأمريكيين أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. مع حلول نهاية عام 2021، كانت نصف شحنات الغاز المسال الأمريكي تتجه إلى أوروبا، مدفوعة بارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق الأوروبية، ومدفوعة أيضاً برغبة في الخلاص من حصار روسيا للأوروبيين بهذه المادة. ولأجل هذا اعتمدت واشنطن سياسة رفع طاقة الإنتاج، والتي وصلت إلى 11 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك في نوفمبر الماضي، وتتجه للارتفاع إلى 14 مليار قدم مكعبة في اليوم بنهاية العام 2022. يضاف لهذه السياسة تحويل شحنات التصدير من آسيا إلى أوروبا، ما جعل الصين حالياً أكبر الخاسرين، على اعتبار أن حصة كبيرة من الغاز المسال الأمريكي كانت تذهب إلى هناك. بكل الأحوال، هذا الغاز الأمريكي المسال وقبل أن يصل لأوروبا يمر بمراحل عدة ليكون جاهزاً. أولها يقوم على تبريد الغاز الطبيعي إلى 162 درجة مئوية تحت الصفر، ما يقلل من حجمه لأكثر من 600 مرة. يتم بعدها ضخ الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى الميناء ومعالجته هناك في مصنع متخصص، وتحميله في ناقلات معزولة ومضبوطة بدرجة الحرارة لشحنها عن طريق البحر. تسافر في البحر إذن، وعند وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال لمقصدها يجب أن يحتوي منفذ التفريغ على مصانع لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى شكله الغازي، بحيث يمكن إرساله عن طريق خط الأنابيب إلى المستخدمين النهائيين.